كشف أحد مستشاري المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس بأنها لا تفكر في فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأضاف أن هاريس أوضحت أنها ستحرص دوما على أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران. هذا ويعتبر تصريح مستشار هاريس نادر من فريق حملتها الانتخابية بشأن برنامجها في الشرق الأوسط. قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن فترة شهر العسل بالنسبة لمنافسته كامالا هاريس لن تستمر طويلا. ترامب علق على الجولات الانتخابية لهاريس ونائبها تيم ويلز والتي تشمل 7 ولايات متأرجحة قائلا إنه لن يقوم بالأمر ذاته لأنه يشعر أنه يمتلك زمام القيادة في هذه الولايات. وفي سياق آخر أكد ترامب أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية التي طالب بأن تكون نزيهة.